عني أن دائما أني على غرار مو شافعي، على غرار حتى عبد اللاوي في الوقت في محاولة ربما الهدف الأول بالفعل من زيد. أوه يا فوزي يفتح مجال التهديف، يا فوزي يفتح مجال التهديف بعد خطأ في المراقبة من دفاع تجنان. يتمكن اتحاد العاصمة من فتح مجال التهديف وفرحة أنصار اتحاد العاصمة واللعب يا فوزي بالهدف الذي جاء بعد ضغط كبير من فريق اتحاد العاصمة على منطقة الحارس بوفناش. الخطأ في المراقبة، فرحة أنصار اتحاد العاصمة بهذا الهدف الذي جاء بعد ضغط كبير من اتحاد العاصمة. طبعا هذه القراءة الفنية للمدرب حمدي على أساس أنه يريد ينقل بسرعة للجانب الهجومي على أساس أن يكون هناك خطأ في المراقبة، خطأ في التغطية، وهذا ما كان. فكنا نتكلم من قبل أن مريرة يعني كانت ذكية جدا من درفلو. درفلو نعم نعم, نعم, نعم. وهذه شوف لأن الفريق اللاعبين أين هم المدافعين؟ هنا نتكلم أكثر شيء من جانب يعني الظهير الأيمن بالنسبة للتغطية. وترجع لي طيب مرة أخرى ثم تدخل بقوة ضيع منه ثم الانطلاقة هذه المرة من بلغيت، الانطلاقة من بلغيت يطرب الكرة يفضل يلعبها مع درفلو. درفلو 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 الهدف الثاني وبالفعل ما هذا الذي يحدث بملعب الهوا إسماعيل؟ ما هذا السيناريو؟ ما هذا السيناريو الذي يحدث بملعب الهوا إسماعيل ويقوده درفلو اتحاد العاصمة؟ لم يكن هذا السيناريو منتظر بتاتا، والهدف الثاني يأتي بعد مرور 26 دقيقة من المرحلة الثانية الأولى. عفوا فريق الاتحاد يتمكن من توقيع الهدف الثاني في سيناريو لم يكن منتظر تماما. شوف الضغط على حامل الكرة في وسط الميدان ثم الانطلاقة من بلغيت، انطلق بلغيت حط كرة ناحية رفيقه ممتازة هنا بدرفلو دون مضايقة. أين هو دفاع فريق الدفاع تجنان؟ الدفاع غايب تماما هنا في الرقابة، ودرفلو أخذ كامل وقته. هاي التمريرة بداكة ممتازة، درفلو أخذ كامل وقته سدد وباغت الحارس بوفناش، والخطأ الثاني يرتكب من دفاع فريق زملائه فوق أرضية الميدان. حدالي من المرتدات السريعة، ما فيش وضعية تسلل، ربما الثالث وبالفعل الثالث سهولة كبيرة وسهولة كبيرة للوصول إلى منطقة الحارس بوفناش. انطلاقة سريعة والهدف الثالث من يايا فوزي، يتمكن من توقيع الهدف الثالث وبسهولة كبيرة. عودة بطيئة جدا لعناصر الدفاع تجنات من كرة ثابتة من ركنية استرجعها دفاع الاتحاد ثم الانطلاق في هجومات خاطفة وسريعة. سيناريو لم يكن منتظر بتاتا. ثلاث أهداف نشاهد الآن، لاعب وحده انطلق مدافع واحد أخذ كامل وقته وزع ناحية يايا ولا مدافع الحق على يايا فوزي. سنشاهد الآن اللاعب زي ما كيف توقف أخذ كامل وقته الهجوج توقف أخذ كامل وقته. سنشاهد هنا اللاعب ذكي جدا الهجوج المغربي في أول مباراة له ستكون تاريخية، وفريقه متفوق في النتيجة بعد مرور 39 دقيقة بثلاث أهداف لصفر. سيناريو والتعليق على الهدف الثالث هو شبيه بالهدفين السابقين، يعني أخطاء في المراقبة، عودة بطيئة للمدافع.